الشهاب الفضائية. عدنا إليكم بحلقة جديدة من برنامج جولة شهاب على أرض معرض الكتاب الدولي، وهذه الدورة 22 له تحت شعار الكتاب وطني. لنتعرف اليوم صديقتنا الجديدة. مرحبا، شلونك؟ شو اسمك؟ زينة. زينة؟ زينة تبي صف أول ابتدائي. أول ابتدائي، زين. أنت تحبي معرض الكتاب؟ زين، عندك قصة رايحات لقبل؟ إيه رايحات لقبل. مشترية منا قصة شي؟ إيه مشترية. زين، تعجبك أجواء أو قصة أو قصص أو كتبة؟ إيه. زين، زينة تتابعين قناة شهاب الفضائية؟ إيه تابعها. شنو البرنامج اللي تتابعي بيها؟ كأس المدارس. كأس المدارس، حلو؟ يلا زينة، باي باي. هاي هدية إلك. حسوني، انت شو اسمك يا حلوة؟ روان. زين، حسوني، انت اشتريت من المعرض عجبك؟ ايه، اشتريت كتب وقصص. زين، انت جاي قبل المعرض الكتاب؟ لا، اليوم جيت اول. وعجبك صدق؟ يعني تريد تجي كل يوم؟ يعني إيه؟ كل مناسبة؟ زين، هذا بروشور والتردد، هذا همينة تابعي وطلعي عليه، إذا عجبتك قولي الماما أو البابا يطلعوا. وهذه همينة هدية لكم يا حلوين، يلا أخذي يا حلوة. أصدقائي تابعونا لكي نعرف ونتعرف على أصدقاء أكثر. عليكم، شلونك؟ انتي عجبك معرض الكتاب؟ زين، تريدين تجي بكل مناسبة؟ زين، انتي جايت له من قبل؟ اي. زين، اشتريتي قصص من ملازم شي؟ اي. حبيتي؟ اي. اشتريت زني، ومرة اجينا وهم اشترينا بس ناسي القصة. ما تعرفنا على اسمك؟ تالين رزاق. قصص اللي هنا أنا والكتب عجبتك؟ اي. انا راح اعطيك بروشور على مدة تعرفين على برامج القناة، ويعني اذا عجبتك موجود التردد عليها، وهذه قصة هدية. أصدقاء جديدين ونتعرف عليهم همينة بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل وراح نتعرف على صديقنا الجديد. شو اسمك؟ اسمي حسين محمد حسين. زين حسوني، انت جاي للمعرض من قبل؟ لا، أول مرة. عجبك المعرض؟ ايه. زين، انت تريد تجي بكل مناسبة؟ ايه. اشتريت قصة؟ زين، عجبتك القصة مال هذا المعرض والكتب ومالتها الملازم؟ ايه. زين، حسوني تتابع قناة شهاب الفضائية؟ ايه. زين، ارجو انه تستمتع بمتابعتها وبمتابعة برامجها، واحنا راح نعطيك هذه الهدية. هذه عمود. شكرا. هاي مال قناة شهاب. شكرا. يلا مع السلامة، تابعونا عمود نتعرف على أصدقاء أكثر. وهسه رح نتعرف على صديقتنا الجديدة. شلونك؟ زينة. شو اسمك يا حلوة؟ فاطمة. زين فطومة، انت جاي للمعرض من قبل؟
زين عجبك هسه المعرض؟ اي. تريدين تجيب كل مناسبة؟ ها؟ تريدين تجيب كل مناسبة؟ اي. زين انت اشتريتي قصة؟ اي. عجبتك القصص والكتب مالاته؟ اي. راح نعطيك هدية وقصة عن مدة تعرفين على قناة شهاب الفضائية، وإذا عجبتك يعني إحنا كنا سعيدين كلش، ويعني إذا عجبتك تابعيها، وأرجو إلك إذا تابعتيها إنه يعني تستفادين منها هواية. فطومة، مع السلامة فطومة. شكرا. تابعونا عن مدة نتعرف على أصدقاء أكثر. زين. حبيت المعرض؟ ايه. تريد تجيب كل مناسبة؟ ايه. زين وانت همين تتابع القناة؟ ايه. بعد راح نتعرف على أصدقاء. جاي للمعرض من قبل؟ زين عجبك المعرض؟ اشتريت قصة؟ كيد. زين تريد تجي للمعرض كل مناسبة؟ اكيد. زين انت تتابع قناة شهاب الفضائية؟ نعم. زين واحنا راح نعطيك هدية، تعجبك برامجنا؟ ايه. زين هذه هدية إليك. نتعرف بصديقتنا. أنا مريم علاء. مريومة أنت جاية للمعرض؟ لا. يعني هاي أول مرة؟ إيه. عجبك؟ أمم. اشتريتي قصة؟ كل القصص. تريدين تجي للمعرض كل مناسبة؟ إيه. زين شنو هي القصص اللي اشتريتيها؟ هاي. هاي هاي. هاي الألعاب الأخوية الصغيرة. عجبك معرض الكتاب؟ تريدين تجي له كل مناسبة؟ إيه. زين مريومة تتابعين قناة شهاب الفضائية؟ مو هواي. وهاي مجلة هدية لك من قناة شهاب الفضائية. شكرا. مع السلامة. تابعونا وراح نتعرف أصدقاء أكثر. صغير شو اسمك؟ ابراهيم. زين ابراهيم انت حبيت المعرض؟ ايه. هذه اول مرة تجي لو جاي من قبل؟ ما جاي. زين انت تريد تروح للمعرض بكل مناسبة؟ ايه. زين اشتريت قصة؟ ايه. هذه هدية لك من قناة شهاب الفضائية، تتابعها؟ ايه. مع السلامة. وهسه راح نتعرف على صديقنا اللي زار جناح قناة شهاب الفضائية. شو اسمك؟ يامن. يامن؟ زين يامن انت جاي للمعرض من قبل؟ لا. يا من انت حبيت المعرض؟ اي. زين اشتريت قصة؟ لا. بعدك بدك تختار بالقصص؟ نعم بدي اختار كتاب. اوكي انت تحب القراءة؟ اي. زين انت بيصف الاول. وهسه راح نعطيك هدية. احنا راح نعطيك هاي الهدية عن مود تتعرف على القناة. مع السلامة يا من. مع السلامة.
نور. زين نور، انت جاي معنا بالكتاب من قبل؟ لا والله هاي اول مرة. تريد تجيب كل مناسبة عجبك؟ يعني حلو هاي الكتب. اشتريت الالعاب قصص؟ اشتريت؟ اشتريت قصص وصراحة اشتريت العاب. اوكي زين، انت بيصف ثالث تحب القراءة؟ اليوم احنا راح نعطيك هدية تتعرف بيها على قناة شهاب. اوكي هذا إليك. شكرا، مع السلامة نور. باي باي. إلى هنا تنتهي جولتنا مع برنامج جولة شهاب. تابعونا بجولات